السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزايا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديدة تعرف عليه. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان صحفي حول أهم الإنجازات التي تحقق في عصر الرئيس السيسي في مجال التأمينات الاجتماعية، إنه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري كان ولا بد من التفكير بضرورة أحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة. جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 2019/8/2019، والذي ضم بين جنباته العديد من المزايا التي كانت نصب أعين مشرعيها حين الصياغة. ومن أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019 إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وقد صدر قرار الرئيس السيسي رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود، إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة مخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري، فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون بتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم عاملين لدى الغير أصحاب الأعمال العاملين المصريين بالخارج، تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتي تتحمل بها الخزانة العامة للدولة، الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش، إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفع، تجديد العقوبة لمنع التهرب التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.